طيب الكيفير عبارة على واحد المشروب بحال المشروبات اللي كتشرب في يعني بمنتوجات هي كاين واحد الغلط بدا ان العديد من الناس كتعتقد انه فقط مشروب عنده علاقة بالحليب. فالكيفير كذلك كيتصايب من الفواكه يعني هو كنخمروه كيتخمر يعني نعم. كنربيه بحال الخميرة البلدية اكيد فهو واحد المشروب اللي كيكون يا اما كيتغدى هو الـ هو الـ هو الاساس ديالو التغذية على السكريات سواء السكريات ديال الحليب ديال اللاكتوز ولا على السكريات ديال الفواكه. حنا غادي نمشيو في الاتجاه ديال السكريات ديال الحليب اللي هو متداول بزاف واللي هو كيتستعمل في عدة كما كنقولوا حنا استعمالات. فالاصل ديالو شنو هو الاصل ديالو ذكرتي روسيا. فالناس والطلبة اللي في روسيا ما كاينش واحد اللي ما كيعرفش ولا الناس اللي قاطعين تما ما كتعرفش شنو هو الكيفير. الكيفير اللي كيتعتبر من واحد المكونات الاساسيه للتغذيه في العائله الروسيه من ضروري جدا. المزايا ديالو شنو هي انه بعدا الا رجعنا للتاريخ واحد شويه كنعرفوا ان روسيا و لوغازي اما يسمى باوروبا واسيا الفوق في الجهه ديال روسيا فكانت تسمى ببلاد فارس. اذا بلاد فارس وكان فيها واحد الشعوب كذلك اللي معروفه بالقوه ديالها معروفه بالقوه الجسديه معروفه بالشجاعه ديالها ومعروفه كذلك كما كنقولوا حنا بالصمود ديالها هي التتار. فالتتار هم اول من جاب هذا النوع هذا ديال 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 المشروب. والتتار هما اللي كانوا كيستعملوه ك كمشروب صحي يعني كانت عندهم كما كنقولوا حنا التركيبه الاساسيه فاللي كانوا كيصايبوا فيها هذا الكيفير وكان كيتصايب على الفرو داخل الفروات ديال الحيوانات اللي كانوا كيصطادوها وهنا كانوا كيصايبوا هذا المنتوج هذا. من بعد تطور من بعد إذن مشى على كنا بلاد فارس يعني مشى الجميع المناطق اللي كانت ديك الساعة آنذاك في الاتحاد السوفيتي اللي ورثوا هاد الطريقة هذه وزاد انتشر إلى الدولة العثمانية اللي هي استفدت من كذلك تركيا اللي تاهي كتستعملوا بواحد الشكل كبير. وما غاديش نحيدوا واحد البلد كذلك اللي معروف بهذه المادة هذه اللي هو باكستان وكاراتشي اصلا ان يعني في المقر ديالها وفي المركز ديالها كيستعملوا بزاف هذا المكون هذا. شنو هما المزايا ديالو او كيفاش كنصايبوا هذا الكيفير؟ الكيفير هو عبارة على واحد تركيبة ديال مجموعة ديال المواد المخمرة. اذا فيه فطريات فيه بكتيريا فيه ما يسمى بالباسيل لاكتيك إذن بعض الانواع ديال الفطريات والبكتيريات كاين واحد ما يسمى بلابكتيري اسيتيك هي واحد نوع من البكتيريا اللي كتعيش في الحموضه كاين كذلك ما يسمى بالستريبتوكوك واحد النوع ديال الستريبتوكوك اللي حتى هو كيتستعمل في هاد في هاد في هاد المساله هذه وواحد الخمائر اللي كتكون خمائر طبيعيه. هذه التركيبه هي اللي كانت تحير العلماء ودابا ولات معروفه لانها كانت واحد التركيبه حتى 1909 كانت هاد التركيبة غير معروفة وغير معروفين هاد المكونات ولكن من بعد ولات تعرفت هاد المكونات ديالها ولات كتنتج هاد المادة. حنا دابا وجدنا الكيفير عندنا هاد المادة هادي ديال الكيفير علاش كتصلح شنو هما المزايا ديالها؟ المزايا ديالها لا تعد ولا تحصى اكيد انها لا تعد ولا تحصى ولكن الا اتخذت بالقياس ولا اتخذت زائد كمكمل غذائي ماشي الا شربناها هي ذاك المشروب الصحي اللي غيعطينا كل شيء ولكن فيه فوائد كبيره. اذا حنا غادي نمشيو للجهاز الهضمي فهو من المكونات الاساسيه للجهاز الهضمي. شنو كيدير فيه؟ اذا هاد المكونات اللي هضرنا باش كيتكون او باش كنصايبوا هاد الكيفير هي عباره على ما يسمى بلي بروبيوتيك بروبيوتيك اللي اون فوا كطيح في الجهاز الهضمي ديالنا شنو كيوقع؟ الجهاز الهضمي كيولي كينشيط كيولي كيتحرك كيولي كيشتغل بواحد الطريقه منتظمه اذا ما كتبقاش عندنا ما يسمى بالعضله النائمه. اذا هنا مشى لينا المشكل ديال عسر الهضم مشى لينا المشكل ديال المعده اللي كتكون كتفرز لنا الحموضه بواحد القيمه كبيره مشى لينا المشكل ديال الامساك ولينا عندنا واحد السرعه ديال الامتصاص ديال التغذيه ديالنا. البروبيوتيك اللي عندنا في الجهاز الهضمي ديالنا قلنا ان السعاده تبدا من البطن اذا علاش كيقول لك الكرشي الا شبعت كتقول راس غني ولكن راه ماشي من الفراغ. الناس ديال زمان كانوا لا ينطقون على شي حاجه اللي ماشي هي هذيك فاكيد ان هاد لي بروبيوتيك كتعاوننا في انتاج ما يسمى بلو تريبتوفان. هاد لو تريبتوفان اللي كيرفع لينا من القيمه ديال لا سيروتونين. لا سيروتونين اللي هي هرمون السعاده اللي كيقدر يتفرز حتى ل 98%. الا تفرز لينا لا سيروتونين
بواحد القيمة مناسبة وكبيرة مباشرة قدامه كاين عندنا ما يسمى بلا ميلاتونين. إذا لا ميلاتونين اللي هي الهرمون اللي كيساعد في النوم. إذا ها هما المزايا، قلنا تحسين الجهاز الهضمي يساعد كمضاد للتوتر والاكتئاب ويعني والناس اللي كيكون عندهم الضغط، زائد أنه يساعد في عملية النوم. الكيفير كذلك فيه مواد مهمة جدا اللي كتصلح لاش كتصلح أنها تذيب لنا الكوليسترول الضار. إذن إلا كنا كنستهلكوا الكيفير فالكوليسترول كيتحسن والجودة ديال سريان الدم في العروق ديالنا كتحسن، وكذلك كيساعد في إدابة الدهون الخطيرة اللي كتكون كيمكن تأثر لنا على العروق ديالنا. الكيفير كذلك فيه مكونات مهمة جدا اللي كتساعد لنا في الحفاظ على عضلة القلب والشرايين، فهي كتعاوننا وكتعاون في هذه المسألة. غادي نمشيو للفيتامينات مجموعة باء. إذا عندنا الباء واحد وعندنا الباء 16، فهنا هذه المكونات مهمة جدا لاش مهمة جدا أنها تساعد في تحسين جودة البشرة، في تحسين جودة الأظافر، في تحسين جودة الشعر اللي هو غادي نهضروا عليه اليوم، ونهضروا على عدة وصفات كيفاش نستعملوها بالكيفير. فهذه المكونات كتساعدنا في هذه الحيوية وهذا يعني كيفاش تحافظ لنا على الجمالية ديال البشرة. كاين مسألة أخرى كذلك أنها غنية بمضادات الأكسدة. المضادات الأكسدة اللي الأساس ديالها شنا هما كيحاربوا لنا ما هو أكسجين سلبي، اللي بينت الأبحاث أنه السبب في عدة أمراض ديال السرطان، كيحاول أنه يحيد لنا الشوائب يعني ذاك الفضلات اللي كتبقى من أي حاجة كمية يأكلينها أو أي حاجة خديناها كيبقاو كيتساروا لنا في الداس ديالنا ما كنقدرش نتخلصوا منهم. فهاد مضادات الأكسدة هما دوك المقوصة اللي كيمشيو كيقطعوا لنا هاد المكونات هاد الشوائب اللي كتبقى في الداس وكتولي خفيفة وفتيتة وكنتخلصوا منها بسرعة وكنحافظوا. إلا مشينا لجانب الجمال فكتحافظ لنا على شبابية البشرة وعلى نضارة البشرة. إذن هذه من الأسرار ديال الثقافة الروسية اللي كتدخل في الجمال ديالهم، وعلاش أن البشرة ديالهم دائما كتكون عندها هاد النضارة وكيكون عندها هاد 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 يعني هاد كما كنقولوا حنايا كتكون البشرة عندها واحد الشبابية خاصة ديالها. طيب هاد الفوائد كيفاش نستعملوا الكيفير دكتور عماد؟ كيفاش نستعملوه؟ الكمية، المدة، شكون الناس اللي ما قدروش مثلا يستعملوا لانه بعض الأمراض معينة أو مزمنة؟ فشوف الكيفير إلا خديناه بالعقل ما غاديش يضرنا. طيب فإلا خدينا غير نص كاس صغير ديالو في الصباح وفي الليل غادي نكونوا وفينا الحق تام. علاش؟ لأننا خدينا في الصباح كيعطينا الحيوية كيساعد لنا المناعة ديالنا. إذن مسألة المناعة أنه ملي كيكونوا عندنا هذا النوع ديال البكتيريا اللي كتكون نافعة في الداس، المناعة ديما كتبقى كتحرك ديما عندها الحيوية والنشاط، يعني ديما بحال اللي كنقولوا حنا كتريني، المناعة ما عمرها كتنعس، فكتساعدنا في المناعة والحيوية ديال نهار كامل. ملي كنزيدو داك نص كاس صغير في الليل كيساعدنا في تركيز الكالسيوم لانه غني، كذلك نسيت ما ذكرتش بالكالسيوم، وغني بالفوسفور، كيعاوننا كمضاد للتعب، كيعاوننا كمضاد للتوتر، وكيعاوننا كذلك في النوم. اذا هذه هي باش كيمكننا ناخذو باش كيمكننا نشربو. الاطفال اللي ما بين 3 سنوات حتى ال 5 سنوات غادي نعطي داك نص كاس صغير غادي نقسموه ليهم على جوج. من 5 سنوات حتى ما فوق فتا هما كيمكن لهم ياخذوا داك نص كاس صغير، وبالعكس هذا غادي يكون احسن من الياغورت اللي غيكون محلى، يعني ما الياغورت الطبيعي راه هو تنوع مزيان للاطفال، وغادي تكون واحد المكون اللي يمكن لهم يستعملوه. الناس اللي متوفر عندهم وموجود مثلا الناس اللي في خارج ارض الوطن والناس اللي كيسمعوا لنا من الجاليه الروسيه كذلك، فولف تقريبا في بيت سكانديناف كاملين، يعني في الدول السكانديناوية كذلك، مثلا عندنا النرويج، عندنا السويد، كلهم كيستعملوا هذا الشيء، لا فيلاند كذلك حتى هما كيستعملوا هاد الماده هذه. منين تولي بوفره ان شاء الله عندنا في بلادنا ولما لا، لان الحمد لله الظروف كلها متوفره فنستعملوها ونستهلكوها. نعم. طيب كاين الناس اللي كيقول لك الكفير هو الفطر الهندي، لا علاقه له به، يعني ماشي نفس المكونات. الفطر الهندي احنا قلنا شوف دابا باش كنخمروا هذا الحليب هذا شوف شحال ديال المكونات. نعم. قلنا كاين لو باسيل لاكتيك، كاين ستريبتوكوك، كاين لا باكتيري اسيتيك، وكاين لي لوفور يعني الخمائر. نعم. حنا عطينا اسماء كيميائيه فباش نلخصوا باش يزيدوا الاخوات يفهموا. هي واحد المجموعه، واحد التركيبه
ديال واحد أربعة، ولا بعض الحالات كتوصل حتى ل 12 نوع ديال البكتيريا والخمائر باش كيمكن يعطيونا هذا البرودوي هذا او هذا المنتوج هذا ديال الكفير. اما ان الروب والحليب بالفطر الهندي فهذه مسألة أخرى، أنه كيتحط غير الفطر الهندي فهذا كيعطينا نوع آخر ديال الحليب الرائب أو اللي كيدخل بحاله بحال اللبن. نعم طيب أخذ نصيحة نختموا بها، شحال كيبقى عندنا؟ فكيمكن له يبقى عندنا في سيمانة في الثلاجة، سيمانة في الثلاجة 10 أيام إلا درناه. ما توفرش كيفير كي اللبن البلدي، اللبن البلدي يعني ماشي اللبن اللي كيكون يعني مصنع أو اللبن اللي كيكون البلدي، يعني اللبن اللي كان مخضوه كيتمخض وكيتخاد راهو ما موجودين تبارك الله عندنا في بلادنا. وحنا كنا من اول الناس عطينا الوصفه ديال ديال يعني ديال الجمال عن طريق الحليب اللبن او الكيفير. ناخذوا مازال الوصفه دكتور عماد بسرعه 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 لو بسيط. حنا غنعطيو وصفه طبيعيه بالكيفير، هذه الوصفه صالحه للشعر دكتور عماد، الشعر يعني جمال الشعر والمشاكل ديال تساقط الشعر، فهي مرممه لفروه الراس. لا الا رممنا لفروه الراس وكانت مزيانه الشعر غادي ينوض مزيان. واخا سيدي تفضل. اذا حنا غنستافدوا من هذه التركيبه اللي قلنا ديال البكتيريا اللي عندنا وديال المخمرات. نعم. واللي هي غادي تكون كتنتج لينا الازوت، كتنتج لينا مواد اللي كتساعد لينا في شبابيه جلده ديال الشعر. مساله بسيطه وسهله جدا، نص كاس صغير ديال الكيفير ولا نص كاس صغير ديال اللبن البلدي، كنحطوه يدفى فوق العافيه حتى كيدفى مزيان، وكنديروه في واحد القريعه كندهنوا به الجلده ديال شعرنا وشعرنا، كنخليوه ساعه وكنغسلوه. العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع وكنبقاو مداومين عليها، فوق ما بغينا نستعملوه كندفيوه وعاد كنستعملوه، وكيبقى اللي الا دفيناه راه الكيفير كيبقى لنا حتى 10 ايام في الثلاجه، اذا 10 ايام اخرى يمكننا نعاودوه. نعم. كان ما عندناش ما توفرش، فالناس اللي عندهم اللبن البلدي يستعملوا هذه الطريقه وفي 15 يوم يردوا عليا الاخبار. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.